خلونا نبدأ مع بعض بأول رسالة معانا. بيقول: أنا شخص ارتبطت مرتين في حياتي، واحدة اتخطبنا وانفصلنا قبل جوازنا بشهر بسبب مشاكل الأهل على القايمة. الموضوع كان صعب جدا، وعشان أخرج من الحالة دي والدتي رشحت لي زوجة تانية وعروسة تانية شفتها كم مرة، وبعدين اتخطبنا واتجوزنا. برغم أننا متجوزين بقالنا 10 سنين وعندنا 3 أطفال وحياتي طبيعية ومستقرة، بس أنا عمري ما نسيت خطيبتي الأولانية، وغصب عني أوقات بقارن بينها وبين مراتي في مواقف كتير جدا، وبقول لو كنا اتجوزنا ما كنتش اتصرفت بالشكل ده أو عملت التصرف ده. دلوقتي عرفت أن خطيبتي انفصلت عن زوجها، دورت عليها لحد ما وصلت لها واتكلمنا تاني لمدة 5 شهور، وبعدين عرضت عليها الجواز أنها تبقى زوجة تانية وأن يكون الجواز في السر، لاني مش هقدر اسيب مراتي لانها ما عملتش معايا اي حاجه ومراعيه البيت والاولاد، مش هقدر اصدمها. طلبت منها اننا نتجوز في السر، وبالفعل هي وافقت. هل انا صح ولا غلط؟ انا مش عايز اكون بعمل حاجه حرام واتكلم معاها من غير ما نكون متجوزين. هل صح اني ما اعرفش مراتي حفاظا على مشاعرها، مع العلم ان هي هتعرف اهلها؟ قولوا لي ممكن تدلوني اعمل ايه واتصرف ازاي. ده يمكن سؤال ضمن اسئله تانية كتير هنجاوبها ان شاء الله مع فضيله الشيخ عويد عثمان امين الفتوى بدار الافتاء المصريه، وان شاء الله هنكون في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم. فضيله الشيخ سلام عليكم واهلا بحضرتك. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. راي حضرتك ايه في موقفه؟ هل التصرف الصح ان هو يقول ولا ما يقولش؟ اساسا يتجوزها ولا ما يتجوزهاش؟ يحافظ على بيته ازاي عشان ما يضرش الزوجه الاولى؟ بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. الانسان لابد ان دائما ينظر الى مآلات الامور. بمعنى انه ما يبصش لنفسه هو بس. انا عايز احقق، بعض الناس كده، انا اريد ان احقق سعاده وقتيه لي انا، لا انظر الى الإنسان اللي قدامي مدى قيامها بأمري، مدى محافظتها على البيت، مدى محافظتها على أبنائي. فده كله هو نسيه ونظر إلى يعني هواه هو فقط، دي كنت متعلق بيها فأنا عايز أرجع لها تاني. فطبعا هو كده الحياة بيسعى لهدم البيت. ليه؟ الغالب، مش هقول الغالب، ده يعني يكاد يكون هو الشائع بين الناس، أن الزوجة الأولى لا ترضى. طيب والحل؟ الحل أن الإنسان يفكر مليون مرة ماذا سيكون مصير هذه الأسرة أو هذه المرأة عندما تعلم. لا شك أن كتير جدا وإحنا شايفينه وده الواقع، الدنيا بتتقلب تماما، البيت غالبا ما يعني يحدث له اضطراب وممكن يحدث انفصال. طيب فلازم الواحد يحط قدامه السيناريو ده قبل ما يقدم على هذا الشيء. طيب هو خلاص، هنفرض هو حط في دماغه انه خلاص هيتزوجها. طيب نيجي للطرف الثاني، مسألة السرية يعني إلغاء الإشهار في الزواج، هذا أمر غير محمود بالمرة، غير محمود بالنسبة للمرأة اللي هتتزوج. اللي هو ايه؟ اللي هو السرية، انه يكون في السر، انه يكون في السر. أيوة. مش حاجة اسمها في السر، في السر ده امر مرفوض. المرأة تقول انا برفضه تماما. احنا بنقول للزواج يكون فيه اشهار للناس جميعا، لذلك قالوا حتى ولو لم يكن هناك الا شوية شاهدان، مفيش الا شاهدين بس، لا ينبغي لهما ان يستكتم الشهود. ما يقولوش للشهود اوعى تقولوا، كأنكم مش شفتوش حاجة، لو اتسألتوا ما تقولوش. ده خطأ كبير، وممكن يكر على العقد ده بالبطلان. فلازم الواحد يفكر، ولازم المرأة تفكر قبل أن تدخل في هذا الأمر. يبقى هو محتاج يفكر مردود ده على الأسرة بتاعته إيه، وهي كذلك تفكر أنا لو اتجوزت بهذه الطريقة ده هيكون أثره إيه عليا. طيب أنا هستأذن حضرتك، ليه تعليق على الرسالة بتاعت النهاردة من زاوية أخرى. نعم. غير اللي حضرتك اتكلمت فيها، أنا عايزة أخد الخيط كده من أوله، وحضرتك برضو شاركني الرأي فضيلة الشيخ لو أنا بتكلم غلط. إحنا متعلقين ببعض ومخطوبين وداخلين على جواز،
واحنا بنفكر اننا نفسخ الخطوبه او نفركش الجوازه زي ما بيقولوا عشان خاطر، هو قال عشان خاطر القايمه، القايمه او المؤخر اللي دايما بيبقى كده العنوان الاساسي لفشل اي جوازه قبل ما تتم، انه اختلفنا عشان خاطر القايمه واختلفنا عشان خاطر المؤخر. لو انت عارف ان انت متعلق بيها، انا بتكلم بشكل عام بقى، متعلق بالشخصية دي وهي دي اللي انت عايزها تبقى مراتك اللي تكمل معاك حياتك، تبقى ام اولادك، اعتقد انه احنا بنيجي في اخر المطاف والقايمة والمؤخر ما بيبقاش ليهم اي قيمة يا فضيلة الشيخ. يعني هات لي حد كده التزم بالقايمة والتزم بالمؤخر، مع الاسف طبعا، والا بتبقى سبب للمشاكل الشديدة جدا، ولاننا بنفارق بعض بمشاكل واحيانا بعض التجاوزات والاتهامات اللي مش لطيفة عشان خاطر القايمة والمؤخر. اللي حريص على حد مشي الدنيا، لا الاهل يبالغوا قوي 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 في موضوع القايمة والمؤخر، لانه في النهايه انا شايفه ان هم الحقيقه ما بيتاخدوش، او والولد او العريس يعني برضو يبقى فيه شويه كده مرونه في انه هي دي مراتك، انت واخدها كلها على بعضها امانه عندك، فالقايمه والمؤخر ده شيء مفترض انه مش هيدفع او مش هيتعمل واحنا داخلين بنيه كويسه. حصل المشاكل اللي حصلت، ما نبدأش حياتنا مع زوجة تانية نظلمها عشان بنخرج من علاقة لعلاقة تانية عشان تنسينا العلاقة الأولى، فنبقى في اللي احنا فيه النهاردة. طرف بيتظلم، انت تايه، ما انتش مرتاح في بيتك، شايف ان الزوجة كويسة وقايمة بدورها كزوجة وأم مع أولادك وصاينة بيتك وصايناك وصاينة أولادك، وفي نفس الوقت انت مش مستمتع عشان مش قادر تحس بيها لأن مشاعرك مع حد تاني. هي دايرة. وانا بشوفها دايره مغلقه، لان من الاول احنا ما كناش واضحين وصراحه مع نفسنا. لذلك شوفي حتى احنا بنقول الزواج ده عقد من ضمن العقود. وعقد البيع عقد، ولكن اشرف العقود واقدسها عند الله هو عقد الزواج. نعم احنا بنقول ميثاق غليظ، عقد بيع فيه عقد زواج، ولكن كلمه عقد زواج ده اسم مسمى عشان بيبقى فيه شهود وإيجاب وقوله، ولكن هذا العقد له مكانته عند الله. ليه؟ لأنه يتعلق بالأبضاع، يتعلق بالأجساد، هيكون منه أولاد، هتكون فيه عشرة، هتكون فيه مشاركة طوال الحياة. طيب في، شوفي في عقد البيع اللي هو البسيط، بيع وشراء أشياء مادية، مش أشياء بقى مهمة وعظيمة ومكرمة عند الله تبارك وتعالى كالإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. طب أيهما أولى؟ وده عقد بيع، يعني في الأول والآخر إيه، أشياء بسيطة يعني. طيب يبقى إذن فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، كذلك في عقد الزوج من باب أولى وهو الأقدس والأعظم والأطهر، فإن صدق وبينا بورك لهما في حياتهما. يبقى الإنسان دائما يكون صادق ويبين، ما يحاولش يختزل عبارات ويفرح انه اتجوز مثلا بمؤخر بسيط، انه تزوج مثلا وضحك عليهم في القايمه، انه مش عارف ما كتبش الذهب في القايمه، انه ما كتبش. الحياه الزوجيه مش كده، الحياه الزوجيه اعظم. صحيح. معلش من كل شويه اسمى من كل الكلام اللي احنا بنسميها دي في الاخر، اللي بيتخانقوا عليها وتروح تسلمها في الاسم ومش عارف ايه، وخد قايمته قايمه ايه وبتاعت ايه اصلا، ده في يعني اسره اتهدمت، في بيت خرب، استطاع الشيطان انه يزين ليهم البيت اتخرب، ولما يكون في اولاد يبقى الالم اكتر بقى طبعا. فاذا لا، الانسان يفكر قبل ان يقدم على ارضاء نفسه في امر من الامور، اما امر مادي واما امر معنوي. صحيح. نعم.